ماني عارف كيف أبدأ هذا الفيديو، بس السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله لكم بخير بصحة وسلامة. هاي تذكروني، أنا ياسر، ياس فلوغز، شوفوني على قناتي. إذا أول مرة تشوفوا القناة سووا سبسكرايب، وما مو لازم تسوي لايك لهذا الفيديو. الحين في مشكلتين، المشكلة الأولى إنه النفسية هنا يعني مرة تحت، وكمان في اللكاعة، اللكاعة هي برضو تحت هنا. معنى اللكاعة هنا خلاص حصور بكرة، خلاص حصور بكرة، نفسي هي ما هي مرة رهيبة، أوكي لكاعة أكثر لكاعة أكثر لكاعة أكثر. أنا وصلت لمكان خلاص مستحيل أصور، كان ممكن أقفل قناتي في اليوتيوب، يعني خلاص كده جاني شعور إنه أقفل القناة خلاص. وهنا صار في خيارين، الخيار الأول إني أقفل القناة خلاص، إيش يوتيوب، إيش تصير يوتيوبر، تسوي فيديوهات، إيش الكلام ده خلاص. أو إنه ما أعتقد إنه في وقت أنسب من ذا الوقت اللي أنا فيه الآن إني أنا أصور فيه فيديو، اللي هو كل شيء كده تحت، كل شيء. طبعا اسباب اللكاعة برضو غير النفسية اسبابها مرة كثير، انه ابغى اسوي الفيديو يكون مر، لما ابغى ابدأ الفيديوهات ببدأها بشكل مر رهيب، قاعد احاول اصير كده انه كل شيء يكون مظبوط كده بالشكل اللي انا ابغاه، فكل ما بتأخر كل ما بيزيد الهم ده، كل ما بيزيد، فصار هم اني اصور اكثر من انه يصير اصلا شيء مفروض اكون انبسط فيه. هذا شيء طبيعي يصير لناس مرة كثير، بس عموما هذا اللي صار، عشان كده ما بصور، فعشان كده اخترت ان اليوم اصور هذا الفيديو بغض النظر كيف حيطلع، حتسمعه ما حتسمعه، حصوره حاحطه في القناة وشكرا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني خيرة. الفكرة من هذا الفيديو كله إنه كل شيء خيرة، والخيرة يعني من الخير، ودائما دائما نقول الخيرة فيما اختاره الله. فالحين حسوي لكم أبديت مرة سريع، جاهزين؟ زي هذا الوقت السنة اللي راحت أنا كنت في كندا، 1/5/2018 كان أول يوم لي في دراسة الدكتوراه. بديت اول سمستر كل شيء كان كويس، اخذت شقه لطيفه، ضبطت النت، ما اشتريت اثاث مره كثير، عايش قريب من السوبر ماركت، كنت اروح الجامعه قريبه، كل شيء كان تمام، كل شيء كان كويس، كل شيء كان رهيب، لين حصلت ظروف خيره من الله عز وجل. الظروف هذه خلتني ارجع السعوديه، رجعت السعوديه اصحابي كويسين، اهلي كويسين، كل شيء اعرفه في السعوديه كان كويسين، انا كويسين، انتم كويسين. وهنا قررت اسوي رحله البحث عن السعاده والحب، الجزء الثاني اللي سافرت فيها 3 دول 9 مدن. ما ادري ليش كذا، هذا مو رقم 9 مدن، هذه 9 لا 8 9 مدن، وانتجت 21 فيديو في 50 يوم. بعد ما خلصت رحله البحث عن السعاده والحب رجعت السعوديه، طبعا كل شيء كان خيره. وانا في السعوديه الحمد لله قدرت احضر عرض اول حلقه من المسلسل اللي كنت اكتبه لمده 3 سنوات. دون النظره الدنيا سوداء، العمر باقي يجري فينا. طبعا ما كنت اكتب لحالي، كنت اكتب معي ناس كثير رهيبين، عرضوا المسلسل، اشتغلوا فيه ممثلين رهيبين، المخرج كان رهيب، كل شيء كان رهيب، كل شيء كان تمام. شخص قتل في دي عليه وما راح تنزل من دي ولا ريال. الحمد لله كان في معضله صغيره هنا اللي هي والدتي امي فتو تعبت، وادعو لها بالصحه والسلامه يا رب. كانت هذه الفتره شويه صعبه، لان انا كنت مع والدتي، تحسنت الامور الحمد لله، كل شيء بدا يرجع كويس، كان في مشكلات صغيره، طب نعدي من المشكلات هذه، عديت مشكلات. انا الان في استراليا، كل شيء خيره. بعد كده تكون ماشي في حياتك، تسلك مشكله، تسلك حاجه، تقول والله ايش اسوي انا الحين، ما ترجع هذه المشكله صارت هنا خيره، تقول لك لا هذا المكان مو صح، تقوم تروح مشكله ثانيه، والله ايش صار هنا، والله عاده هذه المشاكل اللي تصير لك هي تحركك يمين يسار. وطبعا هذه الحركات كلها خيره لك. الحمد لله انا الان في استراليا، انا مبتعث الان، بديت دكتوراه مره ثانيه، وعشان انا مبتعث ملحقيه استراليا، فكان الانتقال كده من كندا لاستراليا مر بشكل خفيف، الحمد لله رب لك الحمد والشكر. برضو تيجي في مشكلات استراليا مره مختلفه عن كندا، مختلفه عن اي مكان في العالم. شكرا يوسف عشان اعطيتني غرفتك. الحمد لله انا عندي مكان عايش فيه حقي انا. الدراسه في الجامعه من البدايه باين انها صعبه. الخيره يا جماعه، الخيره. الملحقيه حقتنا رهيبه، الوزاره رهيبه، المدينه اللي انا عايش فيها من احلى المدن في العالم. الجامعه اللي ادرس فيها والله ما اعرف، من جد ما اعرف ذا الكلام، بس طلعت ثاني اقوى جامعه في الولايه اللي انا عايش فيها في استراليا، وترتيبها 59 على العالم، يعني من الجامعات الرهيبه مقارنه بينها وبين جامعتي اللي في كندا، مره هذه افضل من جامعتي اللي في كندا بمراحل. صعبه الجامعه بس الحمد لله خيره يعني. بس لسه جوتي في خوف، خايف وتعبان يعني، لانه رحت كندا، رجعت السعوديه، بعدين رجعت سافرت، بعدين رجعت، فهذه السفريات دي اللي كذا قضيتها في الفتره اللي راحت مره كانت متعبه ومجهده، فاني كمان اسافر، اني كمان ابدا مره ثانيه حياه جديده، متعب ويخوف في نفس الوقت، لكن الحمد لله عدى بسهوله. واعتقد المشكله الاكبر كانت هنا والدتي، رجعت تعبت مره ثانيه،
فعشان كذا النفسيه مره تحت. ادعو له. النقطه الثالثه والاخيره واعتقد هذه نقطه مره مهمه، الكلام اخذ وعطى، يعني احد يتكلم انت تسمع، تتكلم هو يسمع، فيصير في اخذ وعطى اوقات، بس يحتاج انك انت تسمع. واحده من اهم الاشياء اللي خلتني افتح هذه قناتي على اليوتيوب، يكون في اشياء جوتي، يكون في اشياء في مخي ابغى اسويها، ابغى اجربها، فاقوم اسويها واجربها هنا. السبب انه ما في، يعني هذه قناتي انا، ما في احد بيقول لي سوي كذا ولا، يعني ما هو شغل، ما هو شغل سوي كذا ولا حنقفل، سوي كذا ولا ما حندفع لك، لا انا اشياء لطيفه كذا بحاول اجربها، طالما ما بتضر احد، ما بتسوي حاجه مو كويسه، الحمد لله بجرب الحاجات هذه. بغض النظر اني انا اشتغلت في الدعايه والاعلان والكتابه وكذا، فكان دائما في دائما احد فوقك ما يخليك تعبر عن نفسك كذا، يطفشك يطفشك يطفشك، فهذه مجرد وسيله تعبير. انا 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 ارتاح لها، لانه انا بتكلم او انا بسوي حاجه، اذا ما تبي تسمعني فانت تقفل على طول. انا واجهت مشكله الحين، يعني مع السفر، مع التعب، مع الخوف اللي فيا، وكمان مع الظروف اللي تمر فيها، الظروف الصحيه حقت امي، وصلت لمرحله كذا انا ما ابغى اتكلم، واذا ابغى اتكلم ابغى احد بس يسمع، ما ابغى احد يقول لي كلام. والسبب اللي خليني اتكلم في هذا الموضوع، كتبت مره في انستغرام ادعو لوالدتي، احد رد علي وانا عارف ان نيته صافيه، بس قال لي يا ياسر انت بعيد، لازم ترجع، ما في ارجع، لازم تجلس مع والدتك، والله حتندم، والله ما ادري ايش، انت ما تعرف الظروف. بس هذا الكلام فعلا ضايقني، انا ادري ان نيه الشخص هذا صافيه جدا. كل اللي سويته انه طلبت هذا الشيء دعاء، ما طلبت من احد يكلمني، ما طلبت من احد يعطيني نصيحه، ما طلبت من احد يقول لي سوي كذا، فكان جدا مزعج. يعني حتى لما ابدا اتكلم مع احد، يعني حتى لما احد يجي يسالني ها كيف، فابدا اتكلم فعلى طول يرد، فما يعطيني فرصه اتكلم. يعني انا اوقات بس ابغى اتكلم، ما ابغى اسمع منك شيء، ما ابغاك، يعني انا بس ابغى اتكلم. فيمكن الافضل لك انك تسمع، بس تسمع. هنا وصلت للمرحله حقت قناتي في اليوتيوب، جد اقفل قناتي ولا فعلا هي بتساعدني ان انا اتكلم. واذا انتوا ناس تعرفوا انه انا بس ابغى اتكلم فتسمعوني، فشكرا. اشوف الكومنتات اللي تجيني، دائما كومنتات، يعني ما بقول ايجابيه بس اقول كومنتات حلوه، يعني حتى لما احد يجي بيقول حاجه أو يكلمني في مكان تاني، يكلمني على إنستغرام، ولا يكلمني على سناب، ولا يكلمني على تويتر، فبيكلمني بشكل كويس، يعني ما بيجي يكلمني إنه هو جاي يعطيني نصيحة. قناتي في اليوتيوب ما هي تجارية، يعني أنا ما سويت أي إعلان في قناتي على اليوتيوب إلى الآن. قناتي هذه تعبر عني، يمكن أنا محظوظ إن أنا عندي كاميرا وعندي وأعرف أسوي مونتاج وهذا، فجاتني هذه الفرصة اللي أنا فيها أعبر عن نفسي. لكن مع الناس التانيين اللي معك، ما اعرف اذا انت كبير في السن او صغير، فاذا انت صغير حط في بالك هذه الفكره، انه اوقات مو لازم تتكلم، مو لازم تبدي رايك، اوقات يعني في اوقات او في مناطق او في حاجات معينه ترى لازم بس تسمعها، مو لازم تبدي رايك فيها. اذا انت كبير اتوقع انك انت فاهم اللي انا بقوله. اذا انت تنسى انك تسمع افكر فيها، بس اسمع. ما اعرف كيف هذا الفيديو حيطلع، ما ادري اذا كويس ولا لا. كل شيء خيره، والخير في مختاره الله. اوقات يصير لك حاجات، هذه الحاجات تدفك لاماكن، والاماكن هذه كلها اماكن كويسه، وهذا اللي صار لي انا ولله الحمد. الشيء الثالث، اوقات بس اسمع، فاختار الوقت المناسب اللي انت تتكلم فيه. بس يا جماعه اهلا وسهلا بكم في حياتي الجديده، دعواتكم لي بالتوفيق، واهم شيء لا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا والدتي من دعائكم، الله يقومها بالصحه والسلامه، ويحفظ لكم كل من تحبه. والحين حبدأ أصور فيديو تاني، وبس يا جماعة سلامتكم. الله يفرجها ويسهل لك أمورك كلها، تروح وترجع لي بالسلامة في شهادتك الكبيرة بإذن الله. الله يوفقك يا رب حبيبي، تجيني وانت سالم غانم يا رب. ان شاء الله.